السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. فإن من فضل الله جل وعلا ورحمته بعباده أن يسر لهم مواسم خير يستكثرون فيها من الأعمال الصالحات، تكفر فيها السيئات وترفع فيها أو تضاعف فيها الدرجات، ويعتق الله جل وعلا فيها من شاء من عباده من النيران. ومن هذه المواسم العظيمة شهر رمضان المبارك، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال بعض أهل العلم إن الله جل وعلا عقب بالفاء السببية ليبين أن سبب اختيار رمضان ليكون شهر الصوم هو إنزال القرآن فيه. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومن المعلوم أن ليلة القدر إنما تكون في ليالي رمضان، ولذلك ينبغي للمسلم أن يكثر من تلاوة القرآن في رمضان، فهو شهر القرآن حقا. روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن كل ليلة في رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في رمضان، وأنه أفضل الذكر، إذ لو كان هناك ذكر يساويه أو يتفوق عليه لفعله، أي جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام، انتهى كلامه. ولذلك كان السلف رحمهم الله، أو كان بعض السلف إذا دخل رمضان توقف عن التأليف وعن التدريس، وقال: إنما هو قراءة قرآن وإطعام طعام. كان بعضهم يختم كل 3 أيام، وبعضهم كل أسبوع مرة، فعلى أقل تقدير أن يختم الصائم هذا القرآن ولو مرة واحدة. قال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وروى الترمذي في سننه من حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وروى كذلك الإمامان البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أي في درجة الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ويوم القيامة تتجلى هذه الفضائل العظيمة لقارئ القرآن، فيشفع لصاحبه ويعلو به في درجات الجنة. ونسأل الله تعالى الكريم من فضله وأن يرفعنا في درجات الجنة بهذا القرآن العظيم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:
يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك أي في الجنة عند آخر آية تقرأ بها. فكلما كان المسلم أحفظ لكتاب الله كلما كان ذلك أرفع لدرجاته في الجنة. أيها الإخوة الأفاضل، يجب علينا مراعاة هذه الأمور الأربعة عند قراءة القرآن. الأمر الأول قراءته بتدبر وتفكر. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال عبد الله مسعود رضي الله عنه: لا تنثروه كنثر الرمل ولا تهدوه كهد الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. لا يكون هم الواحد منا أنه ينتهي من هذه الصورة أو من هذا الجزء، المهم هو التدبر والتفكر. ثانيا مراجعة الحفظ، فمن كان منا يحفظ أجزاء أو صورا من هذا القرآن فليراجعه باستمرار. فروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعاهدوا القرآن، يعني راجعوا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. ثالثا الاستماع إليه بخشوع وإنصات، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اقرأ علي القرآن يا ابن أم عبد. قلت: يا نبي الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت علي سورة النساء، فلما وصلت إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان. رابعا وأخيرا عدم هجر القرآن. قال ابن القيم رحمه الله: أجره على أنواع: هجر سماعه والإيمان به، هجر تدبره وتلاوته، هجر العمل به فلا يحل حلاله ولا يحرم حرامه، وهجر الاستشفاء به فلا يتعالج بهذا القرآن، وهجر التحاكم إليه. يجمع ذلك كله قول الله تعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فأنا أوصي نفسي وأوصي إخواني بالعناية بكتاب الله جل وعلا حفظاً وتلاوة وعملا، وخاصة في رمضان، حتى نكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم اجعلنا في رمضان من المقبولين، اللهم اجعلنا في رمضان من المقبولين ومن عتقائك من النار. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من قيامنا السهر والتعب، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.